الحقيقة أنا مستاء جدا من الشغل اللي اتبعت. ليه بس كده يا فندم؟ لأن في الاجتماع الأولاني اللي احنا كنا قاعدين مع بعض اتفقنا على دايركشن معين في الحاجات اللي احنا محتاجينها. الحقيقة اللي اتبعت عكس كده خالص وعكس اللي اتفقنا عليه. أنا محتاج السلوجن القديم عشان خاطر أفكر الناس بيا. أنا بقالي يا جماعة 10 سنين، 10 سنين ما عملتش إعلان. ما هو يا فندم يعني احنا ما اتفقناش على كده يا فندم، يعني ايه المبرر انه الشاي اتغير وشكله واسمه اتغير؟ ليه نرجع نعمل حاجه الناس نسيتها اوريدي؟ لاني انا عايز كده وقلت الكلام ده قبل كده. ايوه يا فندم، بس احنا قعدنا وما اتفقناش على كده. مدام يسرى، الحقيقه انا الشغل ده عايزه يتغير، حتى كمان الاعلانات اللي اتصورت برضه هغيرها. اوكي يا فندم، بس انتوا كده تتحملوا تكلفة التغيير. أنا مش هدفع فلوس تاني، وأنتم هتغيروا الشكل على حسابكم، مفيش حد من عندكم قال لي إنه موافق. أمال إحنا يا فندم أخدنا الأبروفل على إيه؟ أنا بعت الأبروفل على شكل الإعلان، أياً كان طريقته، لكن مفيش حد قال لي المحتوى، ودي بقى غلطتكم. يا فندم دي مش غلطتنا إحنا، بدليل إن كل الإيميلز اللي اتبعتت ما قالتش كده. وأنا مش هدفع ثمن الإعلان، ومش هتعامل معاكم بالأسلوب ده. أوكي يا فندم. يبقى احنا مضطرين نوصل العقد للشؤون القانونيه. توصلي العقد للشؤون القانونيه ما توصلهوش، ده شيء ما يخصنيش، انا مش هدفع مليم زياده، فاهمه؟ استاذن حضرتك، ممكن اقول وجهه نظر؟ انا مش عايز اسمع كلام. اذا كانت المديره بتاعتك بتقول الكلام ده، يبقى انت هتقول ايه؟ ها؟ الموضوع بايظ. وكاله اسم بس، وناس مالكوش دعوه باحترافيه الشغل. طيب، انا هستاذن حضرتك انك بس دقيقه واحده ما تقاطعنيش، وانا هقول لحضرتك وجهه نظر. واضح ان في سوء تفاهم حصل ما بين اداره التسويق عند حضرتك واداره التسويق عندنا. لا، انا ادارتي ما بتغلطش، انتوا اللي بتشتغلوا عك. انا استاذنت حضرتك انك ما تقاطعنيش. اتفضل. ايا كان مين اللي غلط فينا، دلوقتي احنا عايزين نحل. انا عندي فكره كويسه جدا، الفكره دي اولا ممكن تعجب حضرتك، ثانيا ما تخسرناش الفلوس اللي احنا دفعناها، ثالثا ما تخسرناش عميل مهم جدا زي حضرتك. الفكرة ببساطة إن احنا هنشيل أول 5 ثواني من الإعلان ونعمل مكانهم جرافيكس، والجرافيكس ده هنكتب عليه السلوجن بتاع شركة حضرتك القديمة، وممكن برضو نطبق نفس النظام على الأوت دورز، وبكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر، فكرنا الناس بالسلوجن بتاع حضرتك والشركة القديمة، وفي نفس الوقت خليناهم يشتروا المنتج الجديد. أنت قلت لي اسمك إيه؟ حسين يا فندم. شوف يا حسين، أنا عادة عمري ما برجع في قرار أخدته لأني ببقى درسه كويس جداً، مش ممكن أرجع عنه إلا إذا اقتنعت بشيء معين، وإنت بصراحة أقنعتني ونفذ فكرتك، وكمان ابعتلي التكلفة بتاعت الجرافيكس. يا الجرافيكس وأنا هدفع. لا يا فندم، الجرافيكس هيتعمل على حساب الشركة وهننفذه هنا. طيب يا حسين، أنا كنت موقع معاكم حملة البرودكاست، إيه رأيك لو ننفذ معاكم الكلام اللي انت قلته في الاول دور، فاكره؟ طبعا. تمام يا فندم، انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. ايه؟ الاعلانات اللي احنا عملناها حضرتك شفتها عك، وفي نفس الوقت انا شفتها كويسه، بس كانت ناقصه حاجات بسيطه جدا. بغض النظر عن اختلافنا في وجهات النظر، بس اعتقد ان ده نجاح مش عك، واحنا اتشرفنا جدا ان حضرتك اشتغلت معانا. الله يخليك. شكرا جدا. ميرسي جدا يا استاذ. كل الكلام اللي انت قلتيه ده يا ايه، هعتبر نفسي ما سمعتوش، انه مش فارق معايا. فتحي، انت بعد وقت هتحس ان انا كبرت وعجزت، انت لسه شاب وصغير في السن. احسيه وتحسيه، اتهرجي صح؟ لا طبعا ما بهرجش، انا ما ينفعش اتجوز واحد اصغر مني ب8 سنين. انت اللي بتقولي كده؟ مستغربك يا ايه. الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة وهو أصغر منها بكتير، وتعالي انت عمرك ما كنت هتعرفي سني غير الصدفة اللي خلتك تشوفي البطاقة بتاعتي، وطول ما كنت بتعامل معاكي كان كل تصرفاتك أكبر من سني، بتحسبيها غلط. بتتكلم في ايه؟ انت بعد فترة وبعد 10 سنين
هتقول كلام غير كده. انا بتكلم فيزيكال يا فتحي، افهمني. فيزيكال ايه؟ اي انا بحبك وانت بتحبيني، ما تخليش وهم في دماغك واحاسيس انت مستنيه ان انت تعيشي فيها تعمل ما بيننا كده وتفرق. طب ما احنا ممكن نتجوز واعمل حادثه واتشل، وبعد 10 سنين هكون عاجز مش هتستحمليني وهتزهقي مني، صح؟ اللي انت بتقوله ده ملوش دعوه باللي احنا فيه. ايه اللي احنا فيه؟ بتدوري على اي حاجه تنكد علينا وخلاص؟ انت ليه مش قادره تعرفي ان انت من ساعه ما دخلت حياتي وانا مبسوط؟ بس انا مش مبسوطه يا فتحي. الحل؟ انا قلت اللي عندي. وانا مش موافق يعني. فتحي هو مش قرارك لوحدك عشان توافق وما توافقش. ايه انت لو بتحبي بجد عمرك ما هتقولي الكلام ده. بس براحتك. انا عشان بحبك بقول الكلام ده. انا لا عايز اضرك ولا اضر نفسي. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ايه سيبيه يا جاني، سيبيه. بقالنا 3 ساعات عمالين بنلف وندور في حلقة مفرغة. انتي مش هتقدري تسيبي اهلك، ومش هتقدري تفضلي عايشة بإحساسك بالذنب ان انتي بتغضبي ربنا من وجهة نظر دينك. طبعا خلاص سيبيه، قولي له خلاص. رغم طبعا ان انا بقولهولك ده عكس وجهة نظري تماما، بس انا عارفاكي. لا لا يا سارة، أنا مش هسيبه، مش هسيبه. أمال هتعملي إيه؟ نفضل مع بعض كده، أنا بحبه وهو بيحبني، مش لازم نتجوز، مش لازم. وده اسمه إيه ده بقى بالظبط إن شاء الله؟ ما هي ملهاش حل تاني، يعني هو إيه الحل؟ هبقى أنا كده رضيت أهلي ورضيت ديني وما سبتش مصطفى. جانا حبيبتي، انتي مش هتعرفي تمسكي العصايه من النص. اهلك هيشكوا فيكي، هيجيبوا لك ارسال وهترفضيهم، هيشكوا فيكي. ثانيا مصطفى مش هيقبل انه يعيش بنص علاقه طول الوقت. ثالثا انت كده بتضحكي على ربنا، يعني هو دينك بيقول لك امشي معاه اه لكن تتجوزيه؟ لا انت بتهرجي. انت رايحه فين؟ همشي. طب اقعدي نتكلم. مش قادره. طب هتعملي ايه؟ مش عارفة. كلميني. ألو. شكرا يا سارة بجد. حسين عمل ايه؟ حسين كويس. أنا قلت لازم أقول لك وهبعت لك إيميل دلوقتي فيه كل تفاصيل اليوم زي ما أنت طلبتي. طب تمام. بس من فضلك أنا محتاجة أعرف كل حاجة لمدة شهرين. طبعا أروى بتكتبه وحبعتهولك. أنا بس كنت عايزة أقول لك شكرا. العفو.